إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أيها السادة، يسر برنامج الميكروفون معه أن تكون أولى حلقاته في أول ليالي رمضان مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم. أيها السادة، كل سنة وأنتم طيبين. فأول ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم، يسعدني أن أتقدم إلى المسلمين في كافة أنحاء الدنيا بأخلص عبارات التهاني بحلول شهر الصيام المبارك، داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمثال هذه الأيام الجليلة المباركة على الأمة الإسلامية، وقد تحققت لها العزة والقوة بتتويج رحلة الجهاد والنضال بالنصر بإذن الله. أيها السادة، أنا بقى النهاردة هقوم بدور المذيعة وهوجه كلامي أو أسئلتي للأستاذ إحسان عبد القدوس الكاتب الصحفي الكبير. ما تضحكش، ده صحيح، ده مني بس. وبدي بقى، يعني أنا الإذاعة ادتني سلاح عشان أتكلم بيه زي ما أنتوا يعني عندكم قلم بتكتبوا بيه، وعاوز أخلص بقى الأسئلة اللي أنتوا بتسألوها لي طول السنين دي كلها. أسألك أنا بقى النهاردة. على كل حال، أنا متأكد أن يعني أسئلتك هتبقى حلوة زي ما صوتك حلو وزي ما كل حاجة فيك حلوة. لا يا أخوة، سيبك من الكلام ده، أنا يعني برضو هسألك أسئلة جامدة شوية. برضو جامد منك حلو. أنت دايما بتتكلم عن الجيل الجديد ومتحمس لكل حاجة جديدة، إيه سبب؟ يعني ورأيك في الجيل الجديد إيه؟ وإيه الفرق بينه وبين الجيل القديم؟ يعني هو الـ في الحقيقة أنا يعني ما بفرقش بين الجيل القديم والجيل الجديد، يعني تفريق ثابت، يعني مفيش أنا مش مفيش حاجة في نظر اسمها جيل قديم وجيل جديد. يعني العمر مش هو اللي بيخلق الناس. في الجيل الجديد، الجيل القديم بتاعنا، في ناس كويسين قوي وناس ناجحين قوي، وفي كمان ناس ما نجحوش وما ما ما وفقوش. الجيل الجديد كمان كده، في ناس ناجحين قوي وممكن ينجح قوي، وفي ناس يمكن ما يتوفقوش في تحقيق ال، انما هو ال 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 الواقع احنا اولا يعني بنحكم على الجيل الجديد، يعني رأيي ان احنا بنحكم عليه بظروفنا مش بظروفه هو، وده اللي بيعمل القلق وبيعمل الأحكام اللي ممكن ما تكونش يعني أحكام صحيحة. يعني مثلا يجي أنا أشوف شاب من الجيل الجديد مثلا بيعمل كذا وكذا وكذا، فأنا أتهيألي أنا نفسي مثلا كنت أيامها ما كنت في سن كنت بعمل إيه وبعمل إيه وبتاع، وأقيس بقى اللي كنت بعمله على اللي هو بيعمله. ده في رأيي مش صح، لأن أنا الظروف اللي عشت فيها والظروف اللي مريت فيها بتختلف عن الظروف اللي هو عايش فيها والظروف اللي هو بيتحرك فيها. لكن أنا بشوف إن الجيل الجديد يعني واعي أكتر من الجيل القديم. لا، يعني هو ما نقدرش نقول كده. يعني هو في الجيل الجديد شبان واعيين جدا، وبيبنوا نفسهم على دراسات مهمة ودراسات سمينة ودراسات عميقة، إنما كمان في الجيل الجديد ناس بتلعب وما عندهاش العمق وما عندهاش، زي إحنا برضو في الجيل بتاعنا. يعني الجيل بتاعنا كان فيه ناس دارسين قوي وبيفكروا بعمق وبيوصلوا وبينجحوا، وكان فيه ناس
ما يسووش يعني ما عندهمش كل القيمة دي. فزي ما أقول لك هي الأحكام إن واحدة يعني أنا نوبة كتبت إن في ناس يعني مثلا عندهم 60 سنة 65 سنة وطريقة تفكيره أكثر تقدما من شبان عندهم 20 و25 سنة. يعني في الجيل القديم والجيل الجديد في الكويس وفي الوحش، لكن على العموم الجيل الجديد الحياة بتتقدم يعني متاحة له للفهم وللدرس وللحاجات دي. بشوف انهم يعني اوعى واكثر تفهم لكل حاجة، يعني بتكلموا في كل حاجة. يعني كان الجيل الجديد، وبعدين انا بشوف ان الجيل الجديد اسرح من الجيل القديم، بمعنى انه الجيل القديم كان الولد من دولي يبقى بيشرب سجاير وبيعمل كل حاجة لكن مش قدام اهله. ده صحيح. لكن دلوقتي بيقدر يعمل كل حاجة قدام أبوه قدام والدته، وده في نظري أنا مهوش كذب. يعني بيكونوا مش كذب بس يعني أنا بعتقد إن ده كله نتيجة تطور. يعني الجيل اللي جاي بعد الجيل الجديد ده، يعني أولاد أولادنا أو أولاد أولاد أولادنا، هيبص لقى إن هم أكثر تطورا وأكثر في الحياة، يعني أكثر تقدما من اللي قبليهم. من ناحية دي أنا بفضل الجيل الجديد، ما بتكلمش عن نجاحه أو فشله أو هنا مثلا كان أنجح أو هنا، أنا بتكلم عليه من ناحية إن هو جيل واعي وصريح وكده متفتح، حاجة ثانية غير الجيل القديم. يعني أنا أقول لك إن أنا وأنا صغير مثلا كنت متربي ببيت جدي، وجدي كان رجل من الأزهر ومتدين جدا. كانت لو بنت من البنات الصغيرين اللي في سني وأنا عندي 8 سنين بصت من الشباك، فكانوا يدوني أنا عصاية عشان اضربها لانها بصت من الشباك. طب وجدك ليه ما مضربهاش؟ يعني معتبرك انت يعني يربوني على الحماس على التقاليد بتاعته. طبعا انا ما اقتنعتش بالكلام ده، والجيل كله ما اقتنعش. النهارده البنات بتقدر تعيش في حريه. طب يا سيدي بقى احنا ايه، نتنقل من النقطه دي لنقطه ثانيه. طب بس قبل ما نتنقل، يعني مش ممكن انا اتمتع بكلثوم دلوقتي؟ يعني اسمع حاجه مني انا؟ لا يعني حاجه لازم اسمع ازاي ابقى قاعد مع ام كلثوم؟ انا النهارده انا بذيع مش بغني. معلش بس انت مهما زعتي وهي بتاع ام كلثوم الله. فانا يعني نفسي اسمع الكوبليه اللي فيه الامر من فرحنا بنظر اكتر. سمعت يا سيدي خلاص وارتحت. وحلوه. طيب الحمد لله. أنا عاوزة بقى أسألك سؤال، إيه الفرق بين كاتب الأدب وكاتب السياسة؟ يعني أنا ما بتعمدش أكتب أدب وما بتعمدش أكتب سياسة، إنما أنا بكتب بانفعالي وبإحساسي. وأنا بعتقد إن الكاتب أدام قادر على التعبير، هو في الواقع بيعبر عن كل اللي بيمس حياته اللي هي في الحياة العامة. يعني أنا طول عمري مثلا من وأنا صغير وأنا غاوي أكتب قصص وأكتب زجل وأكتب شعر وأكتب حاجات أدبية. الله الله الله، طب ما تقول لنا بقى حاجة من الشعر اللي بتكتبه. لا أصل يعني الشعر يعني وقع خالص مش نافع. إنما في الوقت اللي كنت أنا يعني دي كانت هوايتي وكادريتي، كان لا يمكن مثلا تحصل حدث سياسي من غير ما انفعل بيه واشترك فيه اشتراك كامل. يعني سنه 35 اشتركت في المظاهرات اللي كانت قامت ايامها، وخدت علقه من الكونستابل الانجليزي. طبعا ايامها كان كل الكونستابلات انجليز، يعني كان اول علقه في حياتي اخدها واتعور فيها. فلغايه دلوقتي اللي انا بعتبر ان كل حاجه عايشه في الحياه تبقى داخل حياتي. يعني السياسة بهتم بيها وبكتب فيها بنفس الانفعال اللي أنا بكتب به القصص أو بكتب به الخواطر الفنية. بس طبعا ده مش معناه ان الواحد يعتمد على احساسه بس، يعني لازم يكون مستكمل الدراسات. يعني
يعني أنا ما قدرتش أكتب في السياسة إلا بعد ما درست السياسة طبعا. يعني دراسة من أول ما ابتديت يعني دخلت الكلية اللي هو مخصوص عشان أدرس القانون اللي هو في جزء كبير من المنطق السياسي والتفكير السياسي بيساعد يعني. وبعدين قريت كل المذاهب والمبادئ السياسية، وبعدين عشت في الحياة السياسية بتاعت مصر عيشة كاملة. كل ده أصبح بعد كده بيساعدني على أني أكتب في السياسة. وبرضو الأدب، يعني الأدب محتاج لدراسات تعد الأديب زي بالضبط الكتابة في السياسة يعني. في أكتر من كده يعني بالنسبة للأدب وبالنسبة لأي نوع من الكتابة، يعني اللي هو القرآن أنا بعتقد وأعظم كتاب. أنا بعتقد أي كاتب مش ممكن يبني نفسه ككاتب إلا إذا أرى القرآن وأرى كتير، مش بس عشان الإيمان الديني، إنما لأن القرآن فيه اللي أنا بسميه موسيقى اللغة. إنما إحنا بنتكلم بمناسبة الأدب، أنا بقول إن الكاتب بصرف النظر عن أي حاجة يعني، لا يمكن إن كاتب يتقدم كأسلوب إلا إذا درس موسيقى اللغة اللي منطلقة من القرآن. أنا بقى عاوز أتنقل لسؤال. طب بس يعني أنا مش ممكن أسأل أنا كمان؟ على دي شغلتي على راجل بتاع سؤالات. لا يا سيدي، قبل ما تسأل بقى في سؤال دايما يقوله في كل برنامج ولو أنا معترض عليه لكن هقوله. هو أنت صدقت الديكوريتي بتاع البرامج دلوقتي؟ تحب يا سيدي تسمع إيه؟ أنا أحب أسمع أم كلثوم كلها من أولها لآخرها. ممكن يعني بتجامل المذيع؟ لا لا. طب أسمع الأطلال، أنا بحبها أوي الأطلال. هتاخد البرنامج كله؟ معلش، طب حتة منها.